أجمل التبريكات والتهاني للأمة الإسلامية ولشيعة أمير المؤمنين بهذا العيد المبارك، وأسأل الله لهم ولنا قبول الأعمال إن شاء الله، وإعادة هذه الذكرى المباركة علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام إن شاء الله، بالتوفيق لخدمة هذا المذهب وبظهور الإمام الحجة صلوات الله عليهم وعلى آله، ولكم الشكر موصول إن شاء الله. نهنئ سيدنا مولانا صاحب العصر والزمان بالعيد إن شاء الله، وعاده علينا بالفرح والسرور، وأن يرفع هذه الغمة عن هذه الأمة ويعجل لوليها الفرج. إلهي طال الانتظار وشمتت بنا الفجار، أنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. إن شاء الله المرضى بالشفاء العاجل بحق هذا العيد. اللهم اقضي حاجة كل محتاج، انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. نهنئ صاحب العصر والزمان والمراجع الكرام وشيعة أمير المؤمنين بهذا العيد المبارك، عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا بالخير والبركة والمغفرة والرحمة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عجل لوليك الفرج يا أرحم الراحمين يا الله. بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، نهنئ مولانا ومقتدانا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بهذه المناسبة، وكذلك نهني الأمة الإسلامية جميعا بحلول العيد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله عيدا مباركا ميمونا على جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نهنئ العالم الإسلامي والمرجع العظام بعيد الفطر المبارك، ونسأل الله أن يعيده على الأمة الإسلامية وعلى الشعب العراقي باليمن والسلام. نهنئ الإمام صاحب العصر والزمان والعالم الإسلامي جميعا ومراجعنا العظام بمناسبة عيد الفطر المبارك، جعله الله إن شاء الله عيدا مباركا على الأمة الإسلامية، ونسأل الله بهذا المقام الشريف أن يرفع هذه الغمة عن هذه الأمة، وأن يدفع البلاء والوباء عنا وعن العراقيين جميعا وعن تراب العراق، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. أسعد الله أيامكم وأيامنا وأيام المؤمنين والمؤمنات بعيد الفطر المبارك، هذا العيد اليوم العظيم الذي ختم به شهر رمضان المبارك، وانقضت أيام هذا الشهر الفضيل حيث كنا في ضيافة الله وعشنا أياما روحانية بالأدعية والمناجات وضيافة الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يعيد هذا العيد علينا وعليكم في كل سنة وفي كل عام بالخير والبركات والصحة والعافية، وأن يحفظ شيعة أمير المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها بحق محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. نبارك للأمة الإسلامية جمعاء وخصوصا شيعة محمد وآل محمد بهذه المناسبة العظيمة، وهي مناسبة عيد الفطر المبارك. اللهم تقبل صيامنا ودعاءنا في هذا الشهر الفضيل، اللهم شافي كل مريض، اللهم رد كل غريب وفك كل أسير، ونبارك لكم هذا العيد الفضيل. نهني جميع العالم الإسلامي بحلول عيد فطر المبارك، الله إن شاء الله يعيد عليكم بالخير والبركة والمن بجاه محمد وآل، ويدفع البلاء والوباء من جميع شيعة أمير المؤمنين بجاه محمد وآل محمد في مشارق الأرض ومغاربها.